توجه نقيب الصحفيين خالد البلشي بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موافقتها لرعاية حفل جوائز الصحافة المصرية ماديا وفنيا. وخلال كلمته في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، وجه نقيب الصحفيين الشكر للشركة المتحدة لتدخلها لإنقاذ حياة إحدى الزميلات من أعضاء الجمعية العمومية والتكفل برعايتها. واليوم ونحن نقف بينكم وقبل أن يلتئم حفل توزيع الجوائز، فإننا نزف لكم خبر رفع قيمة الجوائز العامة من 15,000 جنيه إلى 50,000 جنيه لكل جائزة عامة. ولهذا قصة نتوجه بالشكر لكل أطرافها. بعد قرار مجلس الأمناء وفور الانتهاء من كل تفاصيل المسابقة وإعلان أسماء الفائزين حفاظاً على استقلالها، بدأنا رحلة البحث عن رعاة وخاطبنا كل الجهات، وانتهت هذه الرحلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مشكوراً خلال لقائي معه على رعايته ورعاية مجلس الوزراء لاحتفالية توزيع الجوائز. بعدها وبعد مخاطبات لمختلف المؤسسات الصحفية لم تتم الاستجابة لها، جاءتنا موافقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها مادياً وفنياً، وبعد تواصلنا معهم لم يتردد القائمون عليها في توفير كل الدعم للاحتفالية. لم تنتهي القصة، بل كانت الدراما الإنسانية حاضرة بقوة. فبعد يوم واحد من الاتفاق قدنا نعود لمربع قرار مجلس الأمناء وتخفيض قيمة الجائزة مرة أخرى إلى 30,000 جنيه، وذلك لصالح جائزة أرفع هي الحفاظ على روح طاهرة لزميلة عزيزة تعرضت لحادث بشع كاد يودي بحياتها لتفارق أبنائها. فبعد ساعات من الحادث وفي منتصف ليل ثالث أيام الحادثة وبعد نقلها لمستشفى المنيا للجامعي، تدهورت صحة الزميلة، وأخطرنا الأطباء بأنها تحتاج لجهاز يقوم بعمل القلب والرئة، وإلا فارقت الحياة خلال ساعات. وإن تكلفة النقل للجهاز الوحيد المتاح تحتاج لنصف مليون جنيه، وقد تصل تكاليف إنقاذها لمليون جنيه، وهو يرفع احتمالات النجاة إلى أقل من 20%، وأن علينا أن نتخذ قراراً فوراً وهو يفوق قدرات النقابة. لم يكن أمامي بد بعد تواصل الزميل محمد الجرحي ملحاً أن الأمر عاجل ولا يحتمل التأخير لدقائق، سوى اتخاذ قرار تحمل التكلفة ونقل الزميل للجهاز دون أن ندري كيف سنوفر التكاليف. ودون أن أقف على عواقب قرار كهذا، ثم بدأت على الفور بإرسال رسائل لكل الجهات لمساعدتنا. مكالمة لكل الجهات كانت الساعة الثانية صباحا، ولكنني بعد أقل من دقيقتين من إرسال الرسالة جاءتني مكالمة من أحد قيادات الشركة المتحدة. كان الكلام نصا، بقول لك إيه، إحنا عندنا فلوس الجايزة نحولها لعلاج الزميلة، ورزقك على الله حتى لو كان الثمن السجن. ولو تم شفاؤها تكون جائزتنا، وجائزة الفائزين والجمعية العمومية هي إنقاذ روح طاهرة، على أن نعلن ذلك لهم جميعا في الحفل. فوافقت على الفور مؤكدا أن إنقاذ الزميلة هو جائزة تفوق كل الجوائز، بينما بدأت التفكير في كيفية توفير ميزانية العودة لمبلغ 30,000 الحد الأدنى الذي أقره مجلس الأمناء. اليوم تم شفاء الزميلة بإرادة إلهية. اليوم تم شفاء الزميلة بإرادة إلهية وبدعم واهتمام فائق من إدارة مستشفى المنيا للجامعي، وبإرادة قوية من الزميلة التي كانت قوتها وإصرارها ومتمسكها بالحياة عاملا رئيسيا في نجاتها لتعود لأبنائها. وبعد متابعة لحظة بلحظة من النقابة وصاحب الاتصال الذي رفض إعلان اسمه، لكن له في ذمتي وضميري أن أسرد الحكاية كاملا يوما. واليوم أيضا نبشركم بصدور قرار من الشركة الراعية
بالحفاظ على اتفاق رفع قيمة الجائزة إلى 50,000 جنيه للجوائز العامة، لترتفع القيمة الإجمالية للرعاية لهذا الحفل متضمناً تكلفة العلاج لأكثر من 2,000,000 جنيه، بينما ستبقى جائزتنا الأكبر هي إنقاذ روح زميلة عزيزة. فشكراً للشركة المتحدة، وشكراً لعميد كلية طب القاهرة، ولكل العاملين في مستشفى المنيل الجامعي على كل ما بذلوه لرعاية الزميلة، وألف مليون سلام لها، وتحية لصمودها واستبسالها وقوة تمسكها بالحياة من أجل أبنائها.